السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم، نود التنويه هنا مشاهدينا الكرام إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من الفقرة الأولى من المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث شاهد وعيان عن فضيحة الدفن لضحايا فيروس كورونا في مقبرة كورونا بالنجف. المسؤول عن دفنهم هي فرقة العباس القتالية التابعة للعتبة الدينية. فلنشاهد. اليوم حصلت الموافقة على نقل جثامين ضحايا كورونا من مقبرة وادي السلام الجديدة لخاصة بكورونا طبعا. أول ما تجي لازم فرقة الإمام علي القتالي اللي هي مسؤولة على النقل على المقبرة اللي تجيب جنسية دفان موجود، ويتفقون من 300 ألف تصعد ل 500 ألف حسب اتفاقك أنت. زين، وطبعا اكو حالات طلعت هوايه، من ضمنهم اكو ناس نص متر مدفونين، اكو مترين، اكو متر، اكو ناس مغلوبين على وجههم لان اصلا بدون لحد. واني اخوي عدنان حفره القبر مالته لقوا بنايلون اسود وبدون كفن، ما مكفنينه. هذا اللي قالوا شرعي ونكفن ونخلي خرزه جوا اللسان ونخليه تربه بدون كفن، اخوي بدون كفن. زين، واليوم وهسه انا بمقبره وادي السلام، هاي الناس اللي جاي تحفر، ومآسي اليوم، مآسي اليوم جاي الناس تشوف مآسي. زين، بدون كفن، هذا الدفن مالهم الشرعي. خلي يوصل هذا الفيديو للمراجع، خلي يوصل وين ما كان، خلي يوصل. وانا مسؤول عن كلامي. نبقى في هذا الإطار، فلنشاهد ماذا صنع أفراد فرقة الإمام علي القتالية بجثامين الضحايا المصابين بفيروس كورونا بعد أن تكفلت المرجعية بدفنهم وفق الأحكام الشرعية المحددة في الكتب الفقهية كما هو متداول. فلنشاهد. كم قبر حفرت؟ كم قبر حفرت؟ كم قبر حفرت؟ تعال احكي وياك. خارج قبر هذا محفره مو هو. الله اكبر، الله اكبر. كلها مو شرعي. ثلاث قبور حافر وما لاقوا ابوه. الله اكبر. بالعباس مو موتاكم، بالعباس مو موتاكم، في مذنب لا شرع لا محمد. سمعوا. سمعوا يا اهل العمايب، سمعوا يا الاحزاب، سمعوا. خالي شنو كم قبر حفر ما لاقى قبور؟ احنا حفرنا اول قبر من الساعة بالخمسة الصبح. نعم. حكي هذا القبر نعم باسم مجيد حميد من اهل العمارة. نعم. وتوفى بالبصرة، ما اعطانوا اياه وخلونا نجيبه للعماره. نعم. نقلوا لي جاي قالوا لكم هذا رقم احنا رقمه وجينا على اسمه وما لقيناه مغيرينه. نعم. الجثه مو هو وش حكي اي مشكلات يعني بالعكس غير شيء طلع مو بونه تقريبا ثلاث قبور حفرت ما طلع حفر وعساها بختهم وبحظ المرجعيه وبحظ الحكومه حكومه العباس. شوف الدفن يعني هذا دفن هذا الله يقبل هذا دفن. فنتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت حول هذه المقاطع على فيسبوك. حيدر العقيلي يقول: عمي يا مراجع يا إمام يا قتالية، بريء الإمام علي من هيك وحوش وسماسرة، والله ينتقم من كل باطل. أحمد يقول: أكو شي بخير سووا أهل العمايم واللي يدعون الدين؟ ماكو ولحد ليقولهم أصحاب فضل. 8 ملايين يأخذون على المتوفي الواحد، هذا ثمن دفنهم. فلاح يقول: عمي هذا عراق العجائب، إش بيكم والله حتى الموت يتاجرون، الله لا يوفقهم كلهم. حسين يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبي الله ونعم الوكيل على حكومة الفساد والمفسدين. إذا المشاهدين هكذا تفاعل
العراقيون حول هذا الموضوع، وطبعا هذه جزء من التعليقات التي وردت حول هذه المقاطع. ننتقل إلى موضوع آخر ليس بعيد عن فيروس كورونا، فهو في صلب الموضوع. ودعت الرياضة العراقية والعربية أحد رموزها وأحد أساطير كرة القدم العراقية، وهو الكابتن ناظم شاكر، وهو الأسطورة العراقية الكروية الثالثة التي ترحل بسبب فيروس كورونا بعد الكابتن أحمد راضي والكابتن علي هادي. تصدر واسم ناظم شاكر الترند العراقي والعربي في موقع تويتر، وتفاعل معه الكثير من الرياضيين والصحفيين العرب. فنشاهد مع حضراتكم قبل وفاته بأيام مقطع يبين تدهور الحالة الصحية للمدرب واللاعب الدولي السابق ناظم شاكر ونقله إلى وحدة العناية المركزة بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا. فنشاهد. إيمانك بالله قوي وقدير بعد. تخلص. أخر. صدرك هذا هي مالتها. آثار الكورونا. هي راحت من عندك الكورونا بس آثار بعدها موجودة برايا عندك. بس ضيها كم يوم بيرمت. خلص حتى الأكسجين خلص. فقط 126. نبقى في هذا الموضوع ونتابع جانبا من تشييع جثمان المدرب واللاعب الدولي السابق ناظم شاكر قرب داره في منطقة الدورة جنوبية بغداد. فنتابع التغريدات التي وردت على تويتر حول هذا الوسم مشاهدينا الكرام. في أول تغريدة لدينا من عدنان حمد، الكابتن عدنان حمد يقول: الأخ والصديق ناظم شاكر في ذمة الله، فراق حزين لصديق وأخ آخر، رحمك الله يا أبا فهد وغفر لك وأسكنك فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون. الكابتن خالد جاسم وهو صحفي أيضا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الكابتن ناظم شاكر في ذمة الله، الله يرحمه ويغفر له ويسكن الجنة، تعازينا للشعب العراقي والأسرة الرياضية وأهله وذويه. لدينا تغريدة من يوسف هندي يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل عن دنيانا اللاعب والمدرب ناظم شاكر رحمه الله، تعازينا للشعب العراقي وإلى المجتمع الرياضي كافة ولأسرته الكريمة. أحمد يقول: الله يرحمك كابتن ناظم شاكر، نعزي أنفسنا برحيلك وعائلتك والشعب العراقي وجميع محبيك في الوطن العربي والعالم، وندعو الله يرحمك برحمته الواسعة وأن يلهم محبيك الصبر على فراقك، إنا لله وإنا إليه راجعون. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. يواصل خريجو المجموعة الطبية تظاهراتهم للمطالبة بتعيينهم في المستشفيات الحكومية، لكن الحكومة تستمر بالتسويف رغم نقص الكوادر الطبية في وزارة الصحة مع انتشار جائحة كورونا في العراق. تصدر وسم تظاهرات خريجي الصحة موقع تويتر في العراق للمطالبة بتعيين خريجي المجموعة الطبية في المستشفيات الحكومية. فلنشاهد. Thank you.
نبقى في هذا الموضوع ونتابع جانبا من هتافات خريجي المجموعة الطبية قرب المنطقة الخضراء في بغداد يوم أمس للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم. إذن نتابع التغريدات الآن. زهراء تقول: جبتوها علينا مشمولين بالموازنة وراح تتعينون، وكل يوم تطلعون قرار بين كذب والتخدير، خاف ما تعرفون احنا أصحاب عقول وشهادات ونفهم خداعكم. لم نطلب سوى حقنا بتعيين المركزي مكفول من قبل قانون ودستور، كفاكم مماطلة قادمون. في تغريدة أخرى، حرة تقول: تظاهرات خريجي الصحة 12/9 خريجو المجموعة الطبية والصحية والتمريضية دفعة 2018-2019 يطالبون بأمر الاستثناء أو الموافقة من رئيس الوزراء على مباشرتهم. المباشرة مطلبنا كون تعييننا حق دستوري. تغريدة من جعفر يقول: باقي الاختصاصات لا تقل أهمية عن دور الطبيب في العمل، فجميعنا نعمل بهدف واحد وكل اختصاص يعتمد على الآخر، فلا تبخسوا حقوقنا فكلنا سواسية يا وزارة المالية. وآخر التغريدات من مريم تقول: السيد الكاظمي، لماذا هذا التهميش لخريجي الكوادر الصحية دفعة 2019؟ أليس من حقنا التعيين ونحن ضمن قانون يلزم الحكومة بتطبيقه لا تهميشه؟ هذه تغريدات تفاعل معها المغردون على تويتر، وهي طبعا جزء من تغريدات كثيرة حول هذا الوسم. بعد تعهد حكومة الكاظمي بعلاج جرحى تظاهرات ثورة تشرين، والدة الشهيد يوسف ربيع الكلابي ترثي ابنها في ساحة اعتصام النجف بعد أن توفي متأثرا بجراحه بعد رقوده في المستشفى لأكثر من 3 أشهر. فلنشاهد. ننتقل من النجف إلى الناصرية. جرح التظاهرات في مدينة الناصرية قاموا بإغلاق دائرة صحة محافظة ذي قار بالإطارات المشتعلة احتجاجا على سوء الخدمات وكذب الحكومة في توفير العلاج اللازم لهم. فنشاهد. تسعدك جاك. عفوا من هيا. قالها بشر ايده مفتوره يعطونا 17% ايده مفتوره. يعني ايده مفتوره يعطونا 17%، رجله واقفه يعطونا 16%. ليش طلق ناري تعطي 16%؟ ليش؟ والله يعني جاي هم يشعلون الفتنه قوه. سناس جرحى خطيه، هذا جريح شنو ذنبه؟ طبعا نتابع الان التعليقات مشاهدينا الكرام حول هذه المقاطع التي وردت. في اول تعليق لدينا من علي يقول: الرحمه والمغفره لشهداء انتفاضه تشرين المباركه، والخزي والعار كل العار للقتله المجرمين حماة الفاسدين. شهد تقول شدها تقول:
الله يصبرها خطية، الله يكسر قلبهم مثل ما كسروا قلوب أهل الشهداء. ندى تقول: أستغفر الله يا ربي، إيش سوت الأحزاب بالعالم؟ لا رحمهم الله على العمايل والمصائب. رشاد يقول: الرحمة والخلود على شهداء ثورة تشرين. إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا في فقرة المقاطع المتداولة، نراكم بعد قليل. في فقرة الخبر المزيف، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدة مقطعا مصورا قيل إنه يظهر تمساحا في أحد شوارع السودان التي غمرها الماء بسبب الفيضانات. الحقيقة هذا الخبر غير صحيح، والمقطع المصور هو في الهند وتحديدا في عام 2019. يظهر في المقطع رجال في شارع ضيق غمره الماء وهم يراقبون من كثب تمساحا يجوب الشارع تحت الماء. دعونا نشاهد المقطع. في فقرة الهاشتاج الآن، أطلق ناشطون عراقيون على موقع تويتر وسم بابل تقمع بعد القمع الوحشي الذي تعرض له المتظاهرون في محافظة بابل واعتقال عدد منهم والاعتداء عليهم لأنهم طالبوا برحيل حكومة المحاصصة الطائفية وأحزابها الفاسدة. دعونا نشاهد التغريدات التي وردت حول هذا الوسم في تويتر. مشاهدينا الكرام، حسين آل ثاني يقول: بابل تقمع لعيون هادي العامري وقيس الخزعلي برعاية أبو الصوف، بإشارة إلى مصطفى الكاظمي، وأنتم القوات الأمنية بكم خير، روحوا اعتقلوا الولائيين يومية، حامسيكم بعبوة لو كاتيوشا. في تغريدة أخرى من دكتور حسين يقول: يضربك رصاص حي فقط لأنك تطالب بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين سواء إن كانوا ميليشيات أو قوات أمنية، في الواقع ليس هناك فرق بينهم لأن قياداتهم هي ميليشياوية. ديانا تقول: بين عبد المهدي والكاظمي لا فرق في القمع والدم والاعتقال. ومحمود يقول: دم الشهداء ليس له ثمن، وعلى حكومتنا الكرتونية التحرك الفوري والالتزام بالوعود وملاحقة القتلة والمجرمين. مدننا العراقية يتم قمعها بوحشية وبسلاح الدولة أو ميليشياتها، والمجتمع الدولي صامت ومتخاذل. ليس جديدا على ثورة تشرين، على المظاهرات التي أو المحافظات التي انتفضت في هذه الثورة، أن تشهد القمع الوحشية من الحكومة ومن الميليشيات. هذا الموضوع ليس غريب وهو معتاد، رغم الوعود الحكومية الكثيرة جدا التي أعطيت لإيقاف العنف المستخدم ضد المتظاهرين. نراكم بعد قليل. في فقرة المقاطع المنوعة، معروف عن العراق بعد الاحتلال الأمريكي وقدوم حكومات الاحتلال أن الفساد تفشى فيه، وخرجت للعراقيين ظاهرة الفضائيين، وهم موظفون مقيدون في سجلات الدولة ويتحصلون على راتب شهري دون تأديتهم أي عمل، بل في كثير من الأحيان تكون مجرد أسماء على ورق دون أن تستفيد منها أي مؤسسة حكومية، وطبعا يستفيد منها الفاسدون في الدولة. دعونا نشاهد مع حضراتكم أنموذجا للفضائيين في العراق وفشل حكومات ما بعد الاحتلال.
ننتقل إلى خبر آخر ومقطع آخر، فلنشاهد مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام هذا المقطع لأطفال وجدوا أنفسهم مجبرين على النوم في العراء بعد احتراق مخيم موريا للاجئين في اليونان، فلنشاهد. في آخر مقاطعنا دعونا نشاهد صاحب أعنف انقلاب عسكري في تركيا وكيف كانت نهاية صاحبه. قبل الختام مشاهدينا الكرام نود التذكير أن تردد قناة الرافدين الجديد هو كما ظاهر على الشاشة 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.